يسأل أخونا عن حكم الحج عن الوالد الذي توفي وهو يستطيع الحج ماديا وصحيا، وهل يجوز خصم نفقات الحج من تركته في حالة ما إذا كان الورثة بهم قصر أو ليس فيهم قصر؟ ثم ما حكم الحج عن الوالد الذي توفي وهو لا يستطيع الحج ماديا أو صحيا؟ أفيدونا أثابكم الله. أما الذي توفي وهو يستطيع الحج ماديا ولم يحج حجة الإسلام، فالواجب أن يخرج من تركته قدر ما يحج به عنه مما ينفق على الحاج من ذهابه إلى رجوعه وكل متطلبات الحج، وهذا دين لله سبحانه وتعالى مقدم على الميراث، فإن الدين مقدم على الميراث، ميراث القصر وغيرهم، سواء كان دينا لله سبحانه وتعالى أو كان دينا للآدميين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والدين مقدم على الوصية، ولكنه قدم الوصية عليه الآية لأجل الاهتمام بالوصية، لأن الناس قد يتساهلون في أمر الوصية، فلذلك قدمت في الذكر، وإلا فالدين يقدم عليها في الإخراج والأداء، ولا يكون هناك وصية، ولا يكون هناك ميراث، إلا بعد سداد الديون، سواء كانت لله جل وعلا أو كانت للآدميين، ومن الديون التي لله حجة الإسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، ولما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم لأن والدها مات ولم يحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن مؤونة حج فريضة الإسلام مقدمة في تركة الميت، يحج عنه ويدفع منها قدر ما يمون النائب عن المتوفى من حين يذهب إلى حين يرجع، وإن أعطي زيادة مما جرت به العادة فلا بأس بذلك. أما الذي مات ولم يحج وليس له مال، لم يستطع ماديا، فهذا ليس عليه حج واجب، قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهذا لا يستطيع فليس عليه حج، ولكن إذا حج عنه بعض أقاربه تبرعا من أجل أن ينفع الميت فلا بأس بذلك، لكنه ليس بواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.